دينا قنوع محللة أسواق مالية في مجموعة إيكويتي عبر سكايب من دبي. مرحبا بك سيدة لينا. إذن أبدأ معك مباشرة من موضوع النفط. بعد زيادة مخزونات الخام والوقود الأمريكية النفط هبط تقريبا 1%. هل تتوقعين أن تستمر تراجعات النفط لنهاية الأسبوع؟ اهلا بك. بالفعل نتيجه زياده المخزونات الامريكيه شفنا تراجعات على اسعار النفط. توقعات على المدى القصير انه نشهد هذه التراجعات، وايضا لماذا ذلك هذه التراجعات بعد الارتفاعات المتواصله لاسعار النفط التي شهدناها حيث وصلت الى اعلى مستوياتها في 7 سنوات. فعلى المدى القصير المتوقع الاستمرار بالتراجعات إلا إذا هذه التراجعات ربما تمتد إذا كان هناك تدخل من منظمة أوبك بلاس برفع الإنتاج، فهذا سوف يضغط على أسعار النفط. طيب، ارتفاع مخزونة النفط لا يناقض أحاديث شح المعروض وأيضا ارتفاع الطلب؟ مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية عم نشوفها اليوم على ارتفاعات بحسب تقرير معهد البترول الأمريكي، لكن لو نظرنا ببداية شهر أبريل عم نشوف في تراجع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني فيجب أن نراقب بشكل كبير المخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية لعدة أشهر حتى تتبين أنه في تراجع، لكن إنتاج المخزون في الولايات المتحدة الأمريكية هو متراجع. إلى هناك تراجعات في المخزون سواء عم نشاهد هذه الارتفاعات، يعني عم نشاهدها خلال الأسبوع وربما خلال الأسبوع الذي قبله، لكن أعتقد أنه ما زال هناك تراجع في المخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني هذا ما عم نشهده جليا خلال الأسابيع الماضية اللي شفنا فيها تراجع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب سيدة لينا، إذا هناك تراجع في مخزونات الخام الأمريكية وهناك زيادة في الطلب على النفط، بالمقابل أيضا الحديث عن شح المعروض، لكن الأسعار تراجعت للجلسات السابقة، برأيك ما سبب ذلك؟ المخزونات الأمريكية هي قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق. التراجعات اللي عم نشوفها على أسعار النفط هي فقط نتيجة أشياء يعني ربما لحظية، ارتفاع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع، هذا عم يعطي إنه عم بيخلي ضغط على أسعار النفط. لا ننسى إنه أسعار النفط ارتفعت لأعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، أزمة سلاسل التوريد، اختناقات سلاسل التوريد سببت التحول من الغاز والفحم إلى الطلب العالمي على النفط. لا أتوقع استمرار التراجعات في أسعار النفط لأن المشكلة ما زالت موجودة، مشكلة أزمة اختناق سلاسل التوريد. فهذه الأزمة لو لم يتم حلها، وهي ربما تأخذ وقت كبير أو عدة أشهر لأن يتم حل مشكلة اختناق سلاسل التوريد، فأزمة الطاقة اختناق سلاسل التوريد هي من أهم الأسباب الداعمة لارتفاع أسعار النفط. ولهذا السبب هناك توقعات بأن نشوف أنه أسعار النفط عم ترتفع وأنه يصل برنت لمستويات 90 دولار. توقعات أنه نشهد ما زال طلب عالمي على النفط خلال فصل الشتاء، قريبين من فصل الشتاء، وهذا بيزيد الطلب عالمي على النفط، وخاصة خلال أزمة الغاز، أزمة الفحم اللي شفنا كيف عم ترتفع بشكل كبير. فهناك تحول بالفعل من تلك من الطلب على الغاز والفحم إلى الطلب على النفط، وخصوصا نحن
كما ذكرنا انه مقبلين على فصل الشتاء، فالتوقعات في الطلب العالمي على النفط هذا عم بيسبب انه ارتفاعات اسعار النفط. بالحقيقه لو لم يكن هناك التدخل برفع الانتاج من قبل اوبك بلس فالاسعار سوف تواصل صعودها. إذا أستنتج من هذا أو من هذه الإجابة أن توقعك يتحدث عن زيادة في ارتفاع أسعار النفط بسبب العوامل التي ذكرتها، من ضمنها ارتفاع أسعار أو عفوا قدوم الشتاء وأيضا قلة المخزونات والتحول إلى النفط بدل من الفحم والغاز. بحسب بنك جولدمان ساسك سيدة لينا، بحسب هذا البنك الذي قال إن انتعاشا يعني قويا للطلب قد يدفع خام برنت لتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولار للبرميل، وأكبر أيضا شركة أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم بلاك روك قالت احتمالات وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار. هل تتفقين مع هذا الحديث من قبل هاتين المؤسستين؟ نعم أتفق مع هذا الحديث، لأن هناك بالفعل بلاك روك توقعت بأن تصل أسعار النفط 100 دولار، جولدمان ساكس عم يتوقع ارتفاعات لـ 90 دولار لبريت، وغيرها من الشركات سويس أيضا تتوقع أيضا ارتفاعات لأسعار النفط نتيجة أنه توقعات أنه يكون الطلب العالمي على النفط في عام 2022 رح يزداد. هناك توقعات بأن يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، نتحدث عن 100 مليون برميل يوميا. فبما أننا نحن أمام أزمة طاقة وأزمة سلاسل التوريد وعدم قيام أوبك بلاس بأي رفع للإنتاج، يعني بما أنه موجود ما زال رفع الإنتاج بشكل تدريجي، إذا استمر في ذلك فسوف نتوقع هذه الارتفاعات. وأتفق مع هذا الرأي بأن تصل أسعار النفط إلى 90 و 100 دولار للبرميل، وخاصة نحن مقبلين على فصل الشتاء وأيضا يعني تقريبا فتح الاقتصاد بالعالم وعودة حركة الطيران، فهذا عم يزيد أيضا من الطلب على العالمي على النفط. يعني عودة الحياة لطبيعتها عم بتسبب أيضا دعم لأسعار النفط. طيب تحدثتي أنت عن الانفتاح العالمي للأسواق العالمية، وبالانتقال إلى هذا الملف تتوقع يعني أن موسم نتائج أعمال الربع الثالث سيتم أو سيسهم في دعم حركة الأسواق العالمية؟ نعم بالفعل متوقعا عم نشوف اسواق الاسهم الامريكيه تقريبا بالقرب من اعلى مستوياتها على الاطلاق عند الثروه قياسيه، متوقع ان ترتفع اكثر من مؤشر الاس اب بي 500. نحن في ظل موسم نتائج اعمال الشركات، عقدنا نتائج فيسبوك، ربحيه السهم ارتفعت الى مستويات تقريبا نتحدث عن ايرادات بربحيه افضل كانت من التوقعات لفيسبوك، وايضا لدينا مايكروسوفت ايضا اعلن عن ايرادات ب 45 مليار دولار، الفابيت اعلن بايرادات 65 مليار دولار. فموسم نتائج اعمال الشركات له الدور الاساسي في ارتفاع اسواق الاسهم الامريكيه، هناك تقريبا نحن نتحدث من 144 شركه مدرجه في اس ار بي 500، تقريبا 80% جاءت النتائج فوق توقعات المحللين، فبالتالي الدعم الاكبر. لا ننسى انه تسلا قيمتها السوقيه اقتربت من تريليون دولار، نحن نتحدث انها دخلت في عالم التريليونات، فبالتالي دعمت اسواق الاسهم اسواق وول ستريت. ما زلنا نترقب المزيد من النتائج واحتمال نتائج ان تاتي ايضا افضل من التوقعات، فلهذا السبب عم نشاهد ارتفاعات لاسواق الاسهم، ونحن نشاهد شهيه لاخذ المخاطر، وكلما كانت الشهيه لاخذ المخاطر هذا عم بيدعم اسواق الاسهم
نحو الارتفاع بالرغم من أزمة الطاقة وأزمة سلاسل التوريد، لكن أسواق الأسهم الأمريكية عم تتفاعل إيجابا مع نتائج الشركات، وخاصة أنه كمان شفنا الأسواق الأسهم الأوروبية عم نشوفها على ارتفاعات شهدناها ايضا من نتائج الشركات، رغم بعض التصريحات اللي بنشاهدها، لكن هذه التصريحات تعتبر طبيعيه في ظل الارتفاعات والمستويات القياسيه اللي عم نشوفها على اسواق الاسهم العالميه. طيب، المستثمرون يترقبون ردود فعل البنوك المركزيه على تصاعد ضغوط التضخم قبل اجتماعات مهمه قادمه خلال الايام القادمه. ما هي برأيك إذا أردنا أن نناقش الوضع العام الاقتصادي وأيضا نحلل ما سيتخرج به البنوك المركزية في اجتماعاتها، ما هي النتائج المحتملة لهذه الاجتماعات؟ طبعا مستويات التضخم ارتفعت بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار السلع، عم نشوف ارتفاع في أسعار الغاز، الفحم، النفط، رغم التراجعات اللي عم نشوفها، لكن مستويات ارتفاع الفحم بالذات ما زال احنا عم نشوف مستويات قياسية مقارنة بالعام الماضي، فاستمرار ارتفاع السلع هذا عم بيخلي انه في ارتفاع في التضخم، المخاوف من ارتفاع التضخم زادت، وخاصة انه عم نشوف انه ربما مثلا الفدرالي الامريكي رح يبدا بسياسة تقليص برنامج شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريا، ايضا عم نشوف انه وربما حكى تكلم قبل فترة انه في بعث مثل اشارات ضمنية لن يقوم برفع اسعار فائدة، لكن هلا التوقعات انه رح يرفع اسعار فائدة على الاقل في النصف الثاني من عام 2022. استراليا ايضا نيوزيلندا سوف تقوم برفع اسعار الفائده، بنك انجلترا سوف يقوم بالربع الاول من عام 2022 برفع اسعار الفائده نتيجه ارتفاع التضخم، نحن عم نتحدث بارتفاعات التضخم في بريطانيا باكثر من 3%. بالنسبه لليابان ما زال مستبعد هذا الامر بسبب انه عم نشوف التضخم بالسالب 0.14%، تحتاج اليابان الى المزيد من السياسات التحفيز، اذا نظرنا الى البنك المركزي الاوروبي لن يقوم برفع اسعار الفائده، فلدينا اليابان والبنك المركزي الاوروبي لن يقوما برفع اسعار الفائده، في اختلاف في توقعات البنوك المركزية، لكن الأغلب عم يتجه لسياسة تجديد السياسة النقدية نتيجة ارتفاع مستويات التضخم، فلأن عم تشوف مثلا أوروبا أن التضخم ما زال مؤقت، هذا التفاوت طبعا يعتمد من دولة إلى دولة أخرى وحسب مستويات التضخم التي وصلت إليها، فيجب يعني أن بالفعل أنه يتم بداية هلأ الفدرالي الأمريكي متوقع أنه يبلش بتقديس برنامج شراء الأصول لكبح ارتفاع التضخم، خاصة إذا استمرت أزمة الطاقة، أزمة اختناق سلاسل التوريد عم تأثر بشكل كبير، وعم نشوف تدخل من البيت الأبيض الحجم من ارتفاع اسعار النفط، ويعني باشارات ضمنيه انه تحدث محادثات مع اوبك بلس لبدايه رفع الانتاج للحد من ارتفاع اسعار النفط من ارتفاع لان التضخم بلش يشكل تاثير كبير على النمو الاقتصادي، لان هذا بيخلي في تباطؤ النمو الاقتصادي، تباطؤ في التعافي الاقتصاد. طيب، دعينا الآن نتحدث عن الذهب ونربطه بالتضخم، يعني بعد تراجعه اليوم متأثرا بارتفاع عوائد السندات، أليس من المفترض أن يبقى الذهب مدعوما في ظل أجواء التضخم هذه الموجودة حاليا والتي تحدثت عنها قبل قليل؟ نعم، الذهب يعتبر أداة تحوط ضد ارتفاع التضخم، بما أن التضخم مرتفع الذهب يجب أن يستفيد، لكن الدولار الأمريكي عم نشوف في قوة في الدولار الأمريكي، اليوم عوائد السندات الخزانة الأمريكية على تراجع، لكن ما زالت عم نشوفها
بشكل عام مرتفعة، يعني ما زالت في ارتفاعات بالرغم من التراجعات اللي عم نشاهدها. فعم ننتظر انه البيانات كثير مهمة، التراجعات بسبب ايضا تراجع مؤشر ثقة المستهلك الامريكي اثر شوي على الذهب. اليوم عم ننتظر بيانات كثير مهمة اقتصادية في نهاية الاسبوع، بيانات الانفاق الاستهلاكي او مؤشر التضخم البي سي بفضل الفدرالي الامريكي، وايضا الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة الامريكية راح يعطينا فكرة أوضح وين رايح التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. نشوف شو راح يحكي باجتماع البنك الفدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل عن توقعاته في ظل مستويات التضخم وتوجهات السياسة النقدية، هل فعلا سيقوم بتقليص برنامج شراء الأصول. فعم ننتظر هاي البيانات، طبعا هاي البيانات لها دور وتأثير على أسعار الذهب، وما أن الذهب بالعادة يعتبر أداة تحوط ضد ارتفاع التضخم، يعني الذهب عندما نشوف التضخم يجب أنه يرتفع، لكن الدولار الأمريكي عم نشوف بعض الارتفاعات، وأيضا أنه عم نشوف عفوا زكاة ثقة المستهلك عم ترتفع بشكل كبير، فهذا عم بدعم نوعا ما الدولار الأمريكي، وبالتالي الذهب شفنا كيف عم بيتراجع. والبيانات الاقتصادية اللي رح تظهر نهاية الأسبوع هي رح تحدد أكبر اتجاهات أسعار الذهب. أتوقع أنه تبقى النطاقات جانبية لأسعار الذهب لبين ما تظهر هاي البيانات الاقتصادية، وأيضا الاجتماع الفدرالي الأمريكي لا يحدد لنا أكثر توجهات أو اتجاهات اللي راح نشوفها على أسعار الذهب في الفترة المقبلة. طيب بالمقابل يعني هل سيتخذ المجلس الاحتياطي الاتحادي تحركا قبل نتائج نهاية الأسبوع لاحتواء الموقف، أم أنه سينتظر نتائج البيانات نهاية الأسبوع حتى يتخذ موقفا قويا ويتحرك تحركا قويا لاحتواء الموقف؟ لا اعتقد انه تحركا قويا لا يستطيع ان يقوم بهذه التحركات القويه. نحن يعني خرجنا من ازمه كورونا يعني ولها تداعيات، يعني في ظل الحزم التحفيزيه شفنا كيف البيانات الاقتصاديه بدات تظهر يعني بالايجابيه، لكن بعد ذلك بدات مثلا تعطينا اشارات عن بيانات الوظائف الامريكيه، هناك تباين في هذه البيانات. لا اتوقع هذا التحرك بشكل قوي من قبل الفدرال الامريكي، لكن متوقع انه يبدا بدايه بتقليص برنامج شراء السندات في ظل ارتفاع التضخم، وهذا الذي سوف يفعله يجب ان يتحرك لكبح ارتفاع التضخم اللي عم بشكل بقى تهديدا للتعافي الاقتصادي العالمي. طيب ما علاقه يعني ارتفاع التضخم وزياده التضخم وتباطؤ النمو العالمي بارتفاع اسعار الطاقه؟ كيف سيكون شكل هذا التأثير على أسعار الطاقة؟ طبعا نحن نعرف انه التضخم هو بيقيس اسعار السلع، فاي ارتفاع في اسعار السلع بسبب او اسعار المنتجات النفطيه اسعار الطاقه هي بتسبب بشكل مباشر ارتفاع للتضخم، لان التضخم هو بيقيس متوسط اسعار سلع معينه حتى نقيس التضخم، لكن التضخم بشكل مباشر مسؤول عن ارتفاع أسعار النفط، عن ارتفاع أسعار الطاقة، أسعار السلع، وترتفع بشكل كبير. بنشوف كيف إنه التضخم بيرتفع بشكل كبير، فهذا هو التأثير الوحيد العلاقة المباشرة. لكن مشكلة أزمة سلاسل التوريد أو أزمة إنه هناك مشكلة في الشركات، في تكاليف الشركات، رح تزيد تكاليف الشركات، رح تصير الأزمة توصل لأبواب المصانع، يعني المشكلة في نقل المنتجات النفطية رح ترتفع، فبالتالي هذه هنا الأزمة الحقيقية. فهذا اللي عم بيخلي إنه عم نشوف كيف إنه استمرار لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، فهذه المشكلة هي بالفعل أزمة حقيقية عم تواجه الاقتصاد العالمي، سواء أزمة الطاقة، أزمة الغاز والفحم، من نتيجة أزمة اختناق سلاسل التوريد وتعثر سلاسل الإمدادات، هي بالفعل مشكلة حقيقية، وربما تحتاج بالفعل عدة أشهر ليتم
حل تلك المشكلة. يعني هناك دعوات من عدة دول بأن يجب أن يحل هذه المشكلة، لأن أزمة الغاز أصبحت بالاتحاد الأوروبي، ببريطانيا، بالصين، عم تواجه هذه المشكلة كبيرة. رغم عم نشوف بعض التراجعات، لكن كما ذكرت أنه هي مرتفعة إذا ما قارناها قبل عام أو قبل عند قبل عام من إذا ما قصنا هذه الأسعار. فهي بالفعل أزمة حقيقية تلوح في الأفق، أزمة الطاقة، أزمة تعثر سلاسل التوريد. طيب لو تحدثنا هنا عن المستفيد سيدة لينا، لو تحدثنا عن المستفيد من هذه الأزمة، من هو المستفيد الأبرز من هذه الأزمة؟ وكيف ستتعامل مع هذه الأزمة منظمة أوبك، بما أننا عدنا للحديث عن النفط قبل أن نتحدث عن العملات المشفرة؟ من المستفيد الأبرز من هذه الأزمة، وكيف ستتعامل منظمة أوبك مع أيضا إنتاج النفط وزيادة الإنتاج؟ بالنسبة أوبك بلس، يعني هي ترى أنه الآن أنه منا ترى أنه ربما ترى يعني مثل دول أخرى أنه التضخم مؤقت، التضخم سوف ينخفض، وترى هذه الدول يعني، لكن أوبك بلس عم بتشوف أنه يجب أنه رفع الإنتاج بشكل تدريجي، لأن هناك يعني انه راح تعود اسعار النفط كما هي، انه الارتفاعات هي اللي عم نشوفها مؤقته مبالغ بها، لكن بتوقع انه اوبك بلس بعد فتره وراح نشوف استمرار وارتفاعات متواصله، ربما تضطر الى رفع الانتاج بشكل اكبر، لان الدول المستهلكه الدول المستهلكة للنفط من الصعب انه تشوف يعني اسعار النفط ترتفع بهذا الشكل الكبير غير صالح الدول المستهلكة، فربما يكون هناك ضغط ببداية رفع الانتاج تبلش لكبح ارتفاعات اسعار النفط. فاوبك بلس تسعى من خلال رفع الانتاج بشكل تدريجي، وهي سياسة يعني سياسة بالعكس سياسة تتبعها منطقية برفع الإنتاج بشكل تدريجي، لكن مع أزمة الطاقة وأزمة سلاسل التوريد هي تفاقمت هذه المشكلة. فسوف ننتظر هل سيكون هناك بالفعل تدخل من قبل أوبيك بلاس بأن تقوم لكبح ارتفاع اسعار النفط نتيجه الطاقه. عم نشوف هذا ارتفاع التضخم، هل بتبلش انه مشان الحد من ارتفاع الاسعار تبلش انه نشوف ترفع الانتاج بشكل اكبر من الارتفاعات اللي بدات فيها هو 400 الف برميل يوميا؟ فهذا المنتظر اللي عم نترقبه من قبل اوبك بلس في ظل ارتفاعات اسعار النفط الصاعده، والتي تعتبر يعني في اعلى مستوياتها في 7 سنوات. أكتفي بهذا القدر سيدة لينا قنوع، وأيضا لن أذهب إلى ملف آخر لضيق الوقت. شكرا جزيلا لك على كل الإجابات والمعلومات التي قدمتها لنا السيدة لينا قنوع، محللة أسواق مالية في مجموعة إكويتي عبر سكايب من دبي. شكرا لك.